ازيكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شتلة. النهاردة هنعمل انسب تربة لزراعة البذور، والتربة دي استخدمناها في اكتر من فيديو لزراعة نباتات مختلفة. واول مكون معانا هو الطينة. التربة الطينية بتحتفظ بالمية بشكل كبير، وده بسبب ان جزيئاتها صغيرة جدا، وده بيخلي المية تتحاصر جواها. وبرضو الخاصية دي بتساعد على الاحتفاظ بالسماد فترة طويلة في التربة. وتاني مكون معانا هو الرمل، ولازم يكون نمل مغسول او سبق الزراعة فيه عشان نتجنب املاح التربة الرملية. والرمل جزيئاته كبيرة، وعشان كده فهو جيد التهوية وبيصرف المية بسرعة، وهيوازن التربة الطينية في المسامية عشان تكون المحصلة تربة متوسطة المسامية والنفاذية للمية. وتالت مكون هو البيتموس، وده يعتبر عامل مساعد للطينة والرمل. فبالنسبة للتربة الطينية التقيلة اللي بتتماسك بسرعة، بيساعدها البيتموس انه يخفف من تماسكها ويحسن من الصرف. اما بالنسبة للتربة الرملية فبيساعدها البيتموس على الاحتفاظ بالرطوبة والعناصر الغذائية. ورابع مكون والاخير هو سماد الكمبوست، وده يعتبر المصدر الاساسي لغذاء النبات. هنخلط المكونات مع بعضيها، وبكده بقى معانا خليط متجانس من الطينة والرمل والبيتموس بنسبة 1:1:1. بس كده، لو فادك الفيديو ولو بمعلومة بسيطة اتمنى انك انت تعمل لايك واشتراك وتقدر مجهودي، وشوف قناتي على التليجرام بنزل عليها كل جديد. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.